السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب هذا المساء والأيام القادمة إن شاء الله. فقبل البدء مشاهدينا الكرام، فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. ويتوقع زوال اليوم ستكون الرياح قوية محليا على الجنوب الشرقي، مع كذلك ارتفاع ملحوظين في درجة الحرارة وعلى الجنوب الشرقي للمملكة، مع احتمالية دخول عواصف واضطرابات جوية رعدية محليا على الأقاليم الجنوبية المملكة على الداخل وأوسترد وكذلك القويرة بإذن الله. والمرتفعات على الأطلس سوف تعرف تساقطات مطرية قوية محليا على عدة مناطق من المملكة، الأوطاد الحاج خنيفرة وميدلت وابن ملال وتنغير وبرزازات وتليوين، وكذلك على الأقاليم الجنوبية المملكة على الداخل وأوسترد وكذلك القويرة إن شاء الله. خلال كذلك يوم الأحد اضطرابات جوية محتملة قوية محليا على القويرة بإذن الله وأقصى جنوب المملكة. خلال كذلك يوم السبت الاثنين دخول اضطرابات جوية حاضرة إن شاء الله على مرتفعات الأطلس التي بين توكيمدن أمزميز إيمنتانوت وتنغير وكذلك طاطا وتيزني، تساقطات مطرية معتبرة سوف تشهد المملكة خلال الأيام القادمة بحول الله، واضطرابات جوية محتملة مع انخفاض ملموس في درجة الحرارة ودخول إن شاء الله أجواء مستقرة. يوم الجمعة دخول اضطرابات كذلك حاضرة على مرتفعات الأطلس وأمطار رعدية تتكون فوق المرتفعات. بالنسبة للأيام المقبلة والأيام البعيدة المدى، فتشير عموما إلى الأجواء عموما ستبقى صافية إلى قليل السحب والعلم لله.